فوق الخزان وكان في محمود طلع وانا كنت بحاول اطلع وخليل طلع بعديه على طول. طلعهم هم فوق قعدوا يلفوا حوالين الخزان شويه، في واحد منهم شافنا لان احنا ما كناش عارفين، احنا اجسامنا كبيره فوق الخزان ما كانش واخدنا. بدا الشيخ ده محمود رمضان، ده محمود حسن رمضان. محمود بقى كان بيقول ايه وقتها يعني؟ يعني هنا واضح انه وعامل العالم تنظيم القاعده بهذا الشكل. انزل يا كافر حموتك حد هتقتلك هتبحك. انزل يا كافر. انت في انت فين من المجموعه اللي فوق؟ نرجع كده نشوف المجموعه اللي فوق. سيادتك انا ده انا اللي ظهري لابس قميص ابيض. تمام. انت اللي لابس قميص ابيض. تمام. محمود اللي هو لابس تيشيرت فوشيا، الشهيد حماد الله يرحمه اللي لابس تيشيرت اسمر وبطانيه جينز، وخليل اللي هو الاخير اللي لابس اسمر في اسمر. الاثنين اللي هيتم القائهم بعد كده من قدام. ده واحد تبع جماعه الاخوان، ده كان اللي هو لابس قميص زيتي، ده كان طالع بيفتشنا احنا. وطلع واحد منهم من غير ما يدي اي فرصه ان هو يعرف ده مين او تبع مين. مين زقه. حتى ده زقه، هو طلع بيزق، هو طلع على طول من غير تعامل من غير اي كلام ان هو بيزق. يعني حتى ممكن يموتوا بعضهم نتيجه انه ما 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 يعني ما ميزش شويه. هو مش بيميز، هو طلع مهمه محدده بينجزها وبينزل. اطلع موت الناس دي. اطلع زق ارمي وخلاص، يعني ان هو كل هدفه ان هو يرمينا ان احنا في تحت غيره هيكمل. طب واللي من جماعه الاخوان ايه اللي طلعه معاكم فوق؟ حضرتك كان طالع بيفتشنا. بيفتشكوا. تمام سيادتك. في بعد ما طلع اللي هو كان لابس زيتي طلع بدا يفتش فينا. فتش فيا الاول واخد الموبايل منه واخد الفلوس اللي كانت معايا. بعد يعني سرقه كمان يعني. تمام. بعد كده على طول طلع واحد كان اقرا وكان بدا بسيطه. طلع اول ما طلع راح زقه راح رميه. في نفس الوقت كان بدا اللي هو الشيخ ابو دقن محمود حسن، وكان في واحد لابس تيشيرت اصفر وكان مقلوب، ده كان فوق على شخشيخه السلم، وكان في مجموعه تانية واقفه. بداوا انزل يا كافر حموتك هتبحك. بدانا ان احنا نستنجد ان احنا والله احنا مسلمين، احنا ما عملناش اي حاجه، ونتشاهد ونحلف لهم ان احنا مسلمين عشان خاطر ان هم يسيبونا. فكان في خشبه كده جنب محمد الله يرحمه الشهيد محمد، فمحمد ماسك الخشبه، فهم بيقولوا طب هات الخشبه وانزل وانا مش هعمل لك اي حاجه. محمود حسن رمضان هو اللي قال. محمد بيديله الخشبه، جه اللي هو كان لابس تيشيرت اصفر وكان مقلوب، شد محمد من على الخزان نزله على شخشيخه السلم. بدأوا كلهم اتكتروا على محمد. نشوف يا جماعه المشاهد واحنا بنتكلم. اتكتروا كلهم على محمد وبدأوا يضربهم في محمد. ده اللي هو شد محمد الله يرحمه. ده ايه؟ ده اللي شد محمد من على الخزان على شخشيخه السلم. ده كان موجود على شخشيخه السلم. امال مين اللي رمى محمد اللي مات استشهد؟ هو بمشاركه محمود حسن رمضان ومشاركه واحد كان لابس قميص اسود. الاثنين رموه مع بعض. سيادتك دول رموه من الدور من رموه من ده الدور السابع؟ من على شخشيخه السلم في المنور من الدور السابع. تمام. في المنور. طب هات لنا المشهد كده اللي في الفيديو، المشهد الثاني الخلفي. ده طلع كده محمود حسن، وطلع اللي هو الشخص اللي هو لابس تيشيرت اصفر وكان مقلوب. وفي مجموعه تانية طلعت فوق منهم اللي كان لابس اسمر في اسمر. طلع قدام سيادتك. بداوا ان هم يحاولوا ان هم بيتكلمونا. محمد الله يرحمه بدا ان هو انا عايز اشوف القاء محمد من هنا. وضح لي ماشي. محمد دلوقتي بيسلمهم من الخشبه بالراحه، شده اللي هو لابس اصفر ونزل. يعني هو نزل محمد كده. شد محمد. بدأوا يضربهم فيه. بدأ محمود حسن رمضان يضربه بالمطوة. بالمطوة. بالمطوة ضربات جوه، يعني السكينة بتدخل وبتطلع. كان في مية، كانت ماسورة مية اتكسرت من الخزان. عايزين نشوفوا مشهد وهو بيرمي محمد. تمام سيادتك. دلوقتي هم بيشدوه ومحمد بيحاول ان هو يعني يقاوم معاهم. راحوا شادينه وراحوا مرميينه تحت. بعد كده ده خليل خدوه ضربهم. خليل ده اللي بيترمي ده ايه؟ ده خليل. ده خليل. ده كده محمد خلاص اترمى في المنور الله يرحمه. ده محمد اترمى قبل ده؟ اترمى قبل خليل. هنا المشهد ما وضحوش؟ لا ما جاتش كويس. بس دلوقتي ده خليل اللي اترمى. اتضرب بالمطاوي برضه بس متقطعه على رجله، واترمى تحت على السطح، وخدوه كملوا عليه على السلم تحت.
بعد كده انا اخر واحد خليل ده. مصاب و... خليل مصاب وعايش، هو من كفر الشيخ. بعد كده انا ده اخر واحد قام عليا ونزلوا من ضرب فيا ومسكني محمود حسن رمضان. رماك منين بقى؟ لماني على السطح برضو، وخدوني على السلم ضرب وتقطيع بالمطاول حد تحت في الشارع، وكملوا عليا ضرب في الشارع لحد ما يعني انت اللي مكملين معاه ده؟ انا الاخير ده، خدوني ادي دلوقتي بنزل، حاولوا ان هم يزقوني، كان في سلم في شخشخه السلم، سلم حديث كده بسيط. نزلت عليه، اول ما نزلت قابلني عبد الله الاحمدي بشومة على راسي، بعد كده راحوا خدوني على السلم نزلوا ضرب فيها وتقطيع بيها بالمطاوي لحد تحت في الشارع، وكملوا عليها ضرب في الشارع، وكان كل اللي سمعوا يا كافر ارجع لدينك، نقطع ايد الكافر اللي كان بيحدف بالطوب، عايزين ان هم باي طريقه ان هم هيموتوني، هنذبحوا هنا جوه العماره، لا هنذبحوا بره عشان يبقى عبره لاهالي سيدي جابر. لحد ما مثلت ان انا ميت، نزلوا ضرب فيها، لما حسوا ان انا مت خلاص في مجموعه شباب شالوني وشالوني مربعه وخدوني دخلوني مستشفى القوات المسلحه مصطفى كامل على اساس ان انا اخواني، انا داخل الاستقبال جوه ان انا اخواني. طيب كل المشاهد اللي احنا شايفينها يعني هم بيتعاملوا معاكم على ان انتوا كفره، لان محمود رمضان قال انه وفقا للخروج على الحاكم كل من ناصر ثوره 30/6 يستحق القتل، انتم تستحقون القتل لانه كنتم تحتفلون بثوره 30/6، وهو بيعتدي عليكم كده، كان بيستخدم هذه التعبيرات؟ اكافر هذبحك حموتك، هو كل اللي هو شايفه قدامه ان احنا مجرد كفره، احنا ما فيش حد فينا مسلم، ان احنا بنتشاهد قدامه بنستنجد بدقنه او بنستنجد بالاسلام، فهو شايف ان كل ده لا، هو صح وهو قراره صح ان احنا كفره. طيب انت الاصابات اللي حصلت فيك ايه يا وليد؟ انا واخد هنا 12 غرزه في ايدي الشمال، واخد 7 في كوعي، واخد 35 في راسي، واخد 8 فوق عين الشمال، واخد 30 في السمانه مع قطع في الاعصاب الفرعيه، واخد 15 في فخده رجل الشمال مع قطع في العضلات، واخد مطوه بس بسيطه في الجنب في جنب الشمال بس ما اتخيطتش. 35 غرزه في دماغك؟ الحمد لله. اللي في ايدك دي واضحه؟ دي واضحه. الحمد لله ان ربنا نجاك. الحمد لله. رحت المحكمه النهارده؟ النهارده كنت في المحكمه. لما شفت اللي عملوا فيك كده داخل القفص يعني انا متواجد بحضر المحكمه من اول الجلسات، كل مره يعني بحس بنار، النهارده اول مره افرح وانا طالع، النهارده بعد دور الحكم انا كنت فرحان وانا طالع. على اعتبار انه ده يعني يمهد لاعدام المتهمين الاول والثاني يعني.